من كتر ما في اللغه التركيه كلمات من اللغه العربيه حصل معايا مواقف اول ما جيت تركيا عمري ما انساها. ومن المواقف دي مره كنت في السوبر ماركت وكنت عايز اشتري حجاره للريموت لكن ما كنتش عارف حجاره زي ايه. قعدت افكر كده قلت اما اقول له بطاريه يمكن تطلع هي، وفعلا لما قلت له بطاريه طلعت نفس الكلمه بطاريه يعني بطاريه. والموقف الثاني كنت بكشف عند الدكتور وبعد ما خلصت كشف عايز اساله الاستشاره امتى وانا مش عارف يعني ايه استشاره. قلت اما اقولها له بالعربي واجرب استشارة طلعت استشارة هي هيها باللغة التركية. يعني من الآخر لو انت مزنوق في كلمة تركي جرب تقولها بالعربية الفصحى وممكن تضرب معاك. يلا بينا نشوف باقي الكلمات بعد الانترو. السلام عليكم، معاكم طارق حبيب طالب مصري بيدرس هندسة عمارة في تركيا. واللي ما شافش الفيديو اللي فات اللي هو عبارة عن الكلمات التركية في اللهجة المصرية يشوفه من الكارد اللي هيظهر على الشاشة هنا او هيظهر هنا، يعني هو هيظهر في حتة من الحتتين، يشوف الفيديو ده وبعدين يجي يكمل الفيديو ده. والنهاردة هنقول الكلمات العربي في اللغة التركية. طبعا الكلمات العربية في اللغة التركية لا تعد ولا تحصى، والنهاردة هقول اكتر الكلمات المستخدمة في اللغة التركية. ويلا بينا نبتدي باسماء البني ادمين والاماكن. وزي ما احنا عارفين ان الاتراك مسلمين هتلاقي كلام كتير جدا اسلامي في اللغه التركيه زي الاسامي احمد ومحمد او رحمه ومرحمه وكلام كتير زي كده. لكن يلا نبتدي بالكلام المستخدم في الشارع. اول كلمتين معنا مرحبا وسلام، هما نفس معناهم بالعربي. وطبعا لان العرب كانوا متقدمين علميا زمان فهتلاقي الكلام العلمي هو هو في اللغه التركيه زي قلم وكتاب وبعض المصطلحات الطبيه زي استشاره ما قلت في اول فيديو، ميدا يعني معده، قلب يعني قلب. برضو كلمه طب بذات نفسها هي هيها طب في اللغه التركيه. وغير كلمه طب مهندس يعني مهندس. وبرضو عندنا حقوق يعني حقوق، فكليه الحقوق هي هيها نفس الاسم حقوق. وتجاره يعني تجاره، لان اغلب العلوم زي ما قلنا كان العرب متقدمين فيها زمان والاتراك دخلوا الاسلام على العرب فعشان كده اخذوا كتير جدا من اللغه العربيه. وعندنا برضو انسان يعني انسان. وعندنا شويه حيوانات زي الفاره فيل. وطبعا اهم كلمتين احنا كعرب بنستخدمهم حتى واحنا بنتكلم انجليزي كلمه تمام ويعني، دايما بنتلخبط واحنا بنتكلم انجليزي ونروح قايلين يعني، فدي حاجه حلوه جدا في اللغه التركيه مش هتخليك تتلخبط، انت ممكن تقول تمام ويعني براحتك لان هم اصلا في اللغه التركيه. وعندنا كلام تاني زي هابر وجمله وساهل وكلمه وحياه يعني حياه، عقل يعني عقل، ذكي يعني ذكي. وزي مثلا ما ممكن تقول في العربي مع الاسف البت سابتني، ممكن تستخدم كلمه مع الاسف هي هيها في اللغه التركيه. وبرده كلمه بالعكس هي هيها بس بتنطق بلاكس لان هما ما عندهمش حرف العين. وعندنا هاطره يعني خاطره، تاريخ يعني تاريخ، خريطه يعني خريطه. طبعا زي ما خدتوا بالكم ان حرف الخاء بيتحول حرف اله لان هما ما عندهمش حرف الخاء في اللغه التركيه. زي برده كلمه تهمين، خمنوا كده يعني ايه. وزي ما قلت لان هما ما عندهمش حرف خاء فبيحولوها لحرف اله لحرف اله فبالتالي تهمين يعني تخمين. طبعا غير كلام كتير زي التكليف او سر يعني سر وكلام كتير جدا. فعلا الفيديو ده عمره ما هيكفي لو حتى مدته ساعتين اللي انا اقول الكلمات دي باللغه التركيه. وطبعا قبل ما انهي الفيديو هقول اهم كلمه بتستخدم اللغه العربيه في اللغه التركيه وهي كلمه عشق، اشق، لان ما عندهمش حرف العين فبيقولوها اشق. طبعا اشق يعني عاشق وهكذا كلام كتير جدا. وعشان ما اطولش عليكم اكتر هنهي الفيديو وان شاء الله تشوفوني فيديوهات جايه. واللي ما اشتركش القناه يشترك في القناه عشان يشوف فيديوهات اللي جايه وبرده يشوف فيديوهاتي القديمه. وما تنساش تعملي فولو على انستجرام علشان تشوف صور مختلفه من تركيا. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. سلام.